في البداية أنا بس عايزة أقول حاجة، أو مش أقول، أسأل حاجة معينة. فكرة إنه الأشخاص دلوقتي، أو مش الأشخاص، الناس بقى تلاقيهم 15 16 سنة كده، إيه فجأة بيهل عليهم أنا عايز أبقى فورمة، وعشان داخلين على الساحل ومش عارفة إيه. اتكلمنا قبل كده في نقطة مهمة جدا، وهي البيرسونال ترينر. هل الأعمار دي برضو بتحتاج بيرسونال ترينر في الأول تبقى داخلة معاها، ولا لأ ممكن نسيب لها الحرية في الأول شوية؟ لا اعتقد ان البيرسونال تريننج عامه، سواء هو كبير او صغير او 15 16 حتى لو 9 سنين حتى لو 30 50 سنه، هو محتاج ترينر يبقى معاه. دي احسن حاجه. لو هو اصلا بيتمرن رياضه وعنده شويه بتاسس ان هو عنده حركات بيعملها من هو صغير، يقدر يتمرن جسمه عامه رياضي، ممكن يدخل يتمرن زي برضو الاكبر او الاصغر. يعني مفيش اختلافات بين ال 15 سنه وبين ال 20. مفيش فئه عمريه محدده مفيش. نبتدي من عندها نبقى نستعين بالبيرسونال ترينر؟ لا لا، بس وانت صغير بيبقى احسن، عشان البيرسونال ترينر عامه مش بس بيديك التمارين، هو لو انت صغير بيحافظ على السيفتي بتاع المكان. ان انت وانت مثلا 10 سنين 15 14 ممكن ما تبقاش اوير قوي او واعي ان في جنبك وزن، في فري ويت جنبك، انت ممكن تتمرن وفجاه حاجه تقع عليك او تخبط في حاجه. صحيح. فكويس ان انت يبقى انت صغير ان هو يبقى في حد بيبص على السيفتي، بيبص ايه التمارين اللي ممكن تعملها من غير ما تاذيك، بيبص على الفورم بتاعتك، عشان برضه لو انت عملت فورم مش احسن حاجه ممكن انت صغير ما تحسش بالوجع او المشكله في وقتها، بس تكرار الحركه دي بعد سنه سنتين او حسب الوقت اللي ممكن يحصل فيه الاصابه، ممكن بعد كده تلاقي فجاه ظهرك بيوجعك من غير حاجه، تلاقي في انحراف قوامي مثلا بين اليمين والشمال، او تحس ان في راوند شولدرز اكتر، تحس ان ظهرك بدا تحس بين، ترجع يقول لك عشان انت عندك العضله دي تايت من كتر ما انت مثلا بتتمرن بطريقه معينه. فانت محتاج ان هو واحد يديك الفورم الصح ويبقى شايف انت بتتمرن كويس، وفي نفس الوقت السيفتي بتاع المكان في الجيم ان انت ما تبقاش جنب اوزان ممكن تاذيك او تخبط فيها او تقع عليك. يعني يفضل. طب من كلامك ده خليني اسالك، هل المفروض لكل فئه عمريه يكون يعني بيرسونال ترينر مختص بالفئه العمريه دي، ولا البيرسونال ترينر المفروض يكون ملم بكل الفئات العمريه، وايه كل فئه عمريه محتاجه ايه؟ هو البيرسونال ترينر المفروض يبقى يعرف يمرن الصغير والنص والكبير، يعني الناس اللي في نص عمرهم او الناس الكبار او الصغيرين يعرف يمرن الثلاثه. بس في ناس متخصصه ان هم يتمرنوا مثلا الناس السينيورز، الناس الكبيره في السن، عشان الامراض والاصابات والحاجات اللي ممكن يتعرضوا لها. وفي ناس متخصصه اكتر ان هي تمرن اليوث او الصغيرين، ان هم يعرف يديله الحاجات من غير ما يأوفرلود عليه حتى اوزان. لان ممكن الاوزان تبقى باساتك، تبقى بكور، تبقى بادي ويت، تبقى بحاجات ليها علاقه مش بحاجات حديد حديد، موضوع ملوش علاقه بالويتس. يبقى الموضوع الجيم يبقى مرتبط بان انا اشيل اوزان تقيله، او ان انا اعمل حاجه تاوفرلود على الـ على الـ على الطفل او على ال 15 او 14 سنه. الحاجه الثانيه ان حلو قوي ان احنا في حاجات زي مثلا تدريب طويل المدى. تدريب طويل المدى ده ممكن يقعد 8 سنين و10 سنين و12 سنه، ان انت تبلان لحد ان هو لو هيبقى رياضي او حتى شخص صحي. يعني المفروض من سن سنه وعنده سنه يعمل اكتيفيتي، حتى لو في البيت، ان هو يركز ان هو يحط مثلا اللعبه دي هنا، يعمل مخه يشتغل، شكله يبقى كويس. يكبر كمان سنتين ثلاثه ممكن في البدايه ما فيش كومبيتيشن او ما فيش منافسه هيعملها، بس هو بس ان هو يعرف يجري، يعرف ينط على رجل واحده، يعرف يتحرك، الحاجات الاساسيه بتاعت كل الحاجات. يعني بنشوف كتير قوي في الجيمز ناس كبيره عندهم 30 و20 و40 سنه وما بيعرفش يجري كويس، ما بيعرفش ان هو يعمل جامب مثلا فوق بوكس. هو في تكنيك في الجري كمان؟ طبعا. طبعا انت المفروض تجري بطريقه معينه، وكل ما السرعه تزيد شكل الرجل حتى وهو بينزل على الجري ويطلع ليه شكل. ان انت من اول ما بتقف بطريقه وتبدا تزود سرعتك، لو شفت منظر الرجل او الشكل الفورم بتاعه الرجل بتختلف تماما. قد ايه بتقعد على كعب رجلك ونص رجلك ومشط رجلك، ان انا ماشي بس ند على كعبي واخد وقت اطول. لو انا بجري سبرنت هتلاقي ما في تقريبا ما بلمس الكعب من كتر ما السرعه ان انت بتجي على مشط رجلك بس. بس التركيز في الحركه في الجري ده مش بياخد مجهود؟ يعني انا حاسه انه كل واحد بيجري بالطريقه اللي مريحه، ان انا بقى اركز في ان انا وانا منزله رجلي ابقى دايسه على المشط مش على الكعب او العكس، فده حاسه انه دي حاجه هتاخد مني مجهود اصلا غير الجري. لو هو متاسس من هو صغير الموضوع ده مش هفكر فيه اصلا، زي السواقه زي اي حاجه بنعملها كتير جدا، انت خلاص بقيت عارف هتعمل ايه لوحدك، فهو بيفكر وهو بيجري هيعمل ايه بقى تاني. يعني بيجري عشان مثلا بيجري ورا كوره مثلا، بيفكر في الكوره هيعمل فيها ايه وهو بيجري، فهو مش بيفكر هيجري ازاي، هو خلاص بقى يجري. والموضوع ده بقى موجود في الماسل ميموري في مخه، ان هو بيجري بالطريقه دي وعضلاته عارفه ان هي بتجري بالشكل ده، فالموضوع موضوع خلاص بقى خلاص اوتوماتيك هو في جسمه
وفي مخه ان هو بيجري بالطريقه دي. أوكي. مش بيفكر ان هو بيجري ازاي، فمش بتبقى مش بيضطر ان هو لسه يتعود عليها، هو اصلا متعود عليها.